يا باشا كل اللي جوه يطلع على الارض معاه تحت حاضر الناس كل حتى اللي تبعنا يطلع ممنوع التصوير معروف حاضر مازلنا بنتابع مع حضراتكم طبعا وعملية الأصلاح اللي بتتم الآن في خط طرد البركة التابعة لحي غرب ومحافظة أسيوط. بيتم الآن تصليح الخط طبعا ورفع كمان الماسورة وتركيبها لأعالج المياه سريعا لأهالي المنطقة وسط طبعا جهود مكللة من شركة المياه. يا احمد شكرا لكم اعزائي الكرام اعزائي المشاهدين تابعين ابو كبير ميديا نلقاكم ان شاء الله في جهه ثانيه كتير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.